ومتابعة للأوضاع عند معبر أرقين وتواصل عبور القادمين من السودان، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين. محمد رامي، هل تطلعنا على آخر المستجدات عندك، أعداد الداخلين من السودان والجنسيات والإجراءات المتبعة في معبر أرقين؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، ولا تزال حتى هذه اللحظة عشرات الحافلات القادمة من الأراضي السودانية تتوافد على معبر أرقين وتحمل أعداد كبيرة من الوافدين والقادمين من المدن السودانية. ولو تحدثنا عن عدد هذه الحافلات التي بلغت أكثر من 300 حافلة، وهي السعة الخاصة بمعبر أرقين في خلال الأيام السابقة وتحديدا 3 أيام السابقة، ولو تحدثنا أيضا عن الأعداد التي وفدت إلى هذا المعبر حتى الآن والتي بلغت أكثر من 8000 وافد، سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى وآخرهم وفد وفوج كبير جدا من دولة جنوب إفريقيا. ولو تحدثنا أيضا عن الإجراءات والخطوات التي تتبع هنا داخل معبر أرقين البري منذ الوصول سواء من الوافدين المصريين وغيرهم، تقوم الإدارة هنا وجميع المكاتب بتسهيل عمليات إجراءات الدخول والتأكد من أوراق التأشيرات وأيضا التوثيق، ومن ثم تبدأ عملية أخرى وهي المشهد الغالب هنا على جميع الحضور هو المشهد الإنساني، والذي يقدم من خلال الدور الكبير للهلال الأحمر المصري في تقديم الكثير من المساعدات الطبية والإسعافات الأولية وأيضا الوجبات الجافة وأيضا العديد من الدعم النفسي والأسري لجميع من حضروا هنا. ولو تحدثنا أيضا عن قيام عدد من الفرق الطبية المتحركة وإقامة مركز إغاثي كبير لدعم جميع الحاضرين والقادمين من الأراضي السودانية، هذا المشهد الإنساني هو السمة الغالبة على هذا الحضور. وربما من خلال حديثي مع الكثير من المواطنين المصريين والسودانيين تحدثوا عن حالة الرضا والقبول لما يقدم من مصر في هذا المعبر، تتحدث يا رامي عن وأن المساعدات الطبية والخدمات المقدمة للقادمين من السودان، تطلعنا على حالات الوافدين وهل هي مساعدات لدعم نفسي أم هناك يعني حالات صحية تحتاج إلى رعاية طبية؟ بالفعل تنوعت هذه المساعدات سواء بالإسعافات الأولية أو أيضا بالحالات الحرجة التي تأتي من السودان، على الفور تقوم هذه الفرق المتحركة. هناك تنوع في الجهود والمساعدات ما بين المركز الإغاثي الثابت وأيضا الفرق الطبية المتحركة التي تأتي على الفور لأي حالة تحتاج إلى إسعافات أولية أو إلى حالات حرجة وتحتاج مساعدات طبية كبيرة. لكن لو تحدثنا أيضا عن الدعم النفسي لمن فقدوا الأسر، لمن أتى بدون إخوته وأبائه وأسره، تقوم على فور هذه المساعدات تقدم له الدعم النفسي وأيضا الدعم الأسري من خلال التواصل التليفوني مع الأسر وأيضا إخبار الأسر سواء من هم موجودين في مصر أو في السودان أو في أي دولة أخرى، يتم التواصل بين من يفد إلى هنا ومع أسرهم في أي مكان للإطمئنان عليهم وتحقيق هذه الحالة من الرضا والقبول من قبل جميع الحاضرين والقادمين من دولة السودان. ماذا أيضا عن والسودانيين وغيرهم الإجراءات الإدارية واللوجستية في استقبال الوافدين من غير المصريين، وهل يعني لهم وجهات معلومة، هل لهم مقر إقامة أم الدولة تقدم لهم المساعدة في هذا المجال؟ نستطيع أن نقول الإجابة على هذا التساؤل المهم من خلال الخطوات التي تتم هنا داخل المعبر. لو تحدثنا عن بداية الدخول التوثيق والأوراق والتأشيرات وهي بالفعل يمكن الخطوة المهمة والأولى والتي يرغب جميع الوافدين من غير المصريين في القيام بتسهيلات كبيرة بهذه الخطوة تحديدا، وبالفعل يعني حالة الرضا وحالة الأمان والطلب بأن تزداد هذه التسهيلات يوما بعد الآخر. ثم نأتي إلى الخطوة المهمة بعد المساعدات
الطبية هي الوجود إلى الحافلات أو التوجه إلى الحافلات التي تقل المواطنين سواء من المصريين وغيرهم من السودانيين وأيضا أصحاب الجنسيات الأخرى إلى أماكن تمركز السيارات للانتقال إلى جميع الوجهات التي يقصدونها سواء بالمحافظات القريبة أو البعيدة أو إلى محطات الأوتوبيس أو محطات القطارات. هذه الحافلات التي توفرها الدولة المصرية تخدم الكثير سواء المصريين وغيرهم للانتقال إلى الأماكن التي يريدونها أو الاتصال وأيضا المباشرة مع أسرهم في أي مكان موجودين فيه. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإفادة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين.